انا اسمحوا لي في البدايه ارحب بالدكتور يوسف زيدان. الحقيقه انا ما سبقليش التعرف عليه عن قرب لاني متابع جيد لمحاضراته، خاصه اللي كانت متواليه في الصعيد الصاوي. وانا بصراحه لما كلمته احنا في افتتاح فعاليات لجنه الشباب في اتحاد كتاب مصر، كنت فاكر انه زي كل العباقره بقى يقول لي ربنا يسهل هشوف وقتي، ان فوجئت برده الصادم اول ما قلت له ابنائك من الكتاب الشباب عايزين لقاء في اتحاد الكتاب، قال لي طبعا فورا طبعا. وطبعا نسقنا الميعاد وشرفنا، فانا برحب بحضرتك دكتور يوسف. وعايز كمان اشكر الحاضرين من اعضاء الجمعيه العموميه في 10 مارس اللي فات، لانهم كانوا سبب انهم اناطوا رياده اللجان في النقابه الى اعضاء الجمعيه العموميه بعد ما كانت مقتصره على اعضاء مجلس الاداره. وده الحقيقه هيدي فاعليه اكبر للاعضاء انهم يتفاعلوا مع انشطه النقابه. اخيرا مش عايز اطول، هسيب الكلمه للاستاذ عاطف عشان نبدا الندوه على طول. انا عارف الدكتور يوسف ما بيحبش حد يقطع، بس انا عندي رسائل جاتني عايزه تستفسر. هل حضرتك ما زلت مصمم؟ انا عارف موضوع المحاضره هيبقى بعيد عن الموضوع، ما زلت حضرتك مصمم على قضيه الاسراء والمعراج؟ انا قلت له الدكتور يوسف يعني رد على الموضوع في كتابه شجون تراثيه، بس واحتمال اكون غلطان، فوارد جدا طبعا، ده مش وحي يعني. فوالله اي حد شاف في نفسه علم او معرفه او قدره، طيب يتفضل يشوف الفصل ده والحجج اللي محطوط عليه ويرد عليها. والله اذا رد كويس خلاص هنقول له شكرا، احنا كنا يعني بنجتهد واخطانا. انما حتى هذا الحين المفروض يتكسفوا شويه بقى، كفايه اكل عيش. الناس ضاعت، الامه تدهورت لدرجه مريعه، مخ الناس نفسه فسد. وانت عمال تحقن، عارف البابور زمان ما شفتوش انت؟ كان في بابور كده اسمه ايه؟ ايوه كان مشهور قوي النوع ده، بريموس. بريموس السين يقعدوا ها ها ها. فانا فاكر واحد شغال عماله تعمل كده، وجدتها قالت لها هينفجر فيكي، وهم دول بيعملوا كده. الخرافه مفيده بجرعات مخففه تحدث توازنا في النفس الانسانيه، انا عارف كده. انما الجرعات المكثفه دي مع الانهيار النزعه النقديه مع تخلف العقليه الجمعيه، مستني تبقى ايه؟ شوف التقارير اللي بتجيلك كل يوم عن وضع مصر في التعليم الجامعي، عن وضع مصر في التلوث، عن إيه؟ مش بنتكسف بقى ولا ايه؟ طيب هو احنا صحينا الصبح لقينا نفسنا كده؟ لا، شويه عيال حطوا دبابير قفزوا على الحكم وقالوا احنا احرار جدا، وقعدوا يلاحقوا الممثلات والعاهرات المنتسبات للبتاع دي ويحششوا. وده انا كل ده ما عنديش مشكله معاه، اللي عايز يشرب حشيش اتفضل يشرب حشيش، يعني شكسبير كان ماشي. اللي عايز يلاحق الستات يلاحق الستات، انا ماليش دعوه. بس لما يجي حد يقول انا شغلتي احمل بلد، يبقى يحمل بلد. ولما يجي حد يقول انا هعلمك نظريه النسبيه، يبقى يعلمني نظريه النسبيه. بعد كده هو يعمل اللي هو عايزه. فاحنا هزرنا وتراخينا يعني كثيرا باكثر كمان من اللازم، لحد ما الخرافات عششت وبقت طبقه سميكه. كشط هذه الطبقه محتاج بقى دماء وضحايا ليه؟ عشان اكل العيش. طب ما كفاياكوا بقى اكل عيش، مش هيبقى في عيش خلاص. بداية باسم اتحاد كتاب مصر رحب بالعلامة والروائي والفيلسوف الكبير الدكتور يوسف زيدان، كما قلت في بيته، فنحن نشرب بعضويته في اتحاد كتاب مصر. مرحبا وأهلا وسهلا بحضراتكم في بيتكم أيضا، ونشرف بكل الوجوه الكريمة هنا في اتحاد كتاب مصر. يمكن
لي أن أقول بأن اليوم كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع لمجلس الإدارة، صممت أنه يتم تأجيله إلى الغد إن شاء الله لنستمتع وأكون موجودا هنا في ندوة الدكتور يوسف زيدان. شكرا. يمكن في ندوة أيضا في في الصالة الأخرى مناقشة رواية، دي بتبقى حاجات موجودة من قبل، يعني عاوز أقول أن بيبقى في جدول موجود. دكتور يوسف زيدان دلوقتي في نفس الوقت حالا في ندوة. طب يعني ما كنا ضمناهم مع بعض، هي ندوة مستمرة، هم هيخلصوا وهيجوا هنا دكتور يوسف ان شاء الله، لان هم بيناقشوا. لا كنا سمعناهم وبعدين كملنا احنا، انتوا مش قاعدين. اريد ان اقول عذرا ان بالفعل دكتور يوسف زيدان ارى بانه القى او يلقي احجارا في البحيره، في بحيره الفكر الراكد حقيقه، يدعونا دائما الى التفكر والى التامل في اشياء لم نتامل فيها من قبل. يمكن نحن تعودنا على التلقين والحفظ، لكن عندما ياتي دكتور يوسف زيدان وينبهنا الى اشياء ربما تمر علينا جميعا، فنحن مطالبون بان نكون نرجع مره اخرى الى التفكير والى المنطق، ونحكم اشياء كثيره منها العقل ومنها المنطق. وهناك عدة محاور بالفعل كان يجب أن يكون بيننا الآن يوسف زيدان، القامة الكبيرة والاسم الكبير. أحيي بس الابن والصديق العزيز الأستاذ شريف العجوز، هو رئيس لجنة الشباب، ويمكن دي أول لجنة أعتبر بأن وجود يوسف زيدان هذه القامة الكبيرة، كما أقول أنه انتصار للجنة الشباب وبداية قوية وبداية عملاقة لهذه اللجنة، أن تأتي بقامة كبيرة مثل دكتور يوسف، وأن يأتي الحضور الكرام أمثال حضراتكم، فهو انتصار للجنة الشباب ومن قبله انتصار لاتحاد الكتاب. أهلا بكم وأهلا بالأديب الكبير والروائي والمفكر دكتور يوسف زيدان. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. قبل الدخول في الموضوع يعني تجب الإشارة، لأن الأستاذ شريف لما كلمني أنا طبعا قلت له ما فكرتش لعدة أسباب يمكن هي خفية عليه. أولا أن اتحاد الكتاب مش جهة حكومية، وأنا بتحاشى تماما التعامل مع جهات حكومية، وليس سرا على بعضكم كيف مكروا بنا وكان مكرهم سخيفا في أسر الثقافة اللي عوقت انعقاد الصالونات لأسباب يعني لم أصرح بها من قبل تعززا. إنه بعد سنوات يعني بدأت أعمل الصالون الشهري في اسكندرية سنة 86، يعني لما بشوف شكلي كده في صورة قديمة وانا قاعد في صورة وجنبي مش عارف حسن المناويشي بقى بيجوا يحضروا ناس كده كبار، ومعرفش ليه كانوا مؤمنين بيا قوي كده. انت مش سمعني هناك؟ صح بنتك وتسمعك. طب نعمل ايه؟ استنى لما انفعل صوتي بيعلى. يعني كنت مستغرب الحماسة دي أنا جايبها منين، ويحضر الصالون 20-30 واحد بس يعني منطقين، وكان ده حال الثقافة في مصر، وكاتب يعني غلبان يعني مسكين، وعندهم عبارة كده أدركته حرفة الأدب يعني ادوله صدقة خلاص. بعد سنين اولا المفهوم ده اظن ان انا اسهمت في تغييره كتير، واعلنته كان الناس يقولوا لي انت ازاي تقول في برنامج تلفزيون من 10-15 سنة ان انا مثلا مش عارف ايه خدت في كتاب الشامل 1,000,000 جنيه، انت بتقول كده عشان الضرائب؟ عشان قال لهم الكتاب ما عندهمش ضرائب. طيب مش خايف تتحسد؟ ولا لا مش خايف تتحسد. انا فكرتي هي لا حسد ولا مش حسد، ولا انا عايز اقول للولد
اللي عنده 15 17 سنة اللي قد يتصادف ويشوف يعني الحلقة دي انه لا الكاتب مش غلبان كده. وبعدين الحمد لله في زمن مبارك، في زمن المجلس العسكري، في زمن الإخوان، في زمن السيسي، في أي زمان لم أتغير ولم ألاعب أبدا السياسة في شيء، وده كان المطب التاني بيقع فيه الكتاب أو بعض الكتاب. وبعدين اتخانقوا من سنتين كده وكاد الاتحاد ده يغلق، وأنا طبعا ساكن هنا نيكست دور على طول، فرايح جاي قدامه وحزين. فلما شريف جه كلمني حسيت انه الاتحاد بيقوم اهو، فلا واجب عليا اني ثانيا ان دي مش جهه حكوميه علشان اقعد 20 30 سنه اعمل فيها بتاعه، وبعدين في الاخر في قصر ثقافه كده بعد تقريبا شهر من رفضي للوزاره نفسها يعني بضغط شديد وباصرار شديد مني ان يقولوا لي اكتب بس طلب عشان مجلس الاداره يوافق على عقد الصالون. مين مجلس الاداره؟ فلان وفلان، ده في اسكندرية ناس عمري ما سمعت اسمهم ولا نشروا ما فيش. ورئيس بلاش نذكر يعني اسماء او اشخاص، انما طبعا ويجوا الناس يقول وقفت الصالونات ليه؟ ما هو مش عارف. اجي هنا بس دي عذرتهم فيها يعني، في اخر صالون في مجلس اللي جاي جينا ماشي من سيد الصاوي لل، فبصيت كده لشهر 26 يوليو وقلت يعني يعني اذا كانت حكومه بتمنع الجمهور بتاع المباريات عشان الزحمه، طب ده الشارع مقفول، كان عددنا مش عارف بتاع 1200 واحد يعني بيتبانوا من الكراسي، فطبعا الشارع اتسد. فانا مقدر انه في حالات زي كده حتى امنيا عشان خوفا على الناس، بلاش نقول خوفا من اي حاجه تانية، فطيب نوقف الصالونات بس ما نوقفش الشغل، نكتب ونلتقي بالناس ونجتهد بقدر المستطاع ان تبقى شمعه متقده، على امل ان الشمعه دي يبقى في بنوره بقى حواليها فيزودها دي، وبعدين تبقى لمبه، وبعدين تبقى يمكن ويمكن لا، انما اللي علينا ابقاء الشمعه دي مشتعله. فعشان كده كان يعني مفكرتش لما شريف كلمني وبدرت بالموافقه، وبعدين قلت نتفق على الميعاد. وانا دايما بفضل انه لقاءاتي تبقى يوم الاربعاء تيمنا بالراجل ده، وهنتكلم عنه النهارده يعني، هقول لكم ليه. انما المحاضره بقى موضوعها، انا الشهر اللي فات قلت انا زهقت والناس كلها بتاخد اجازات، انا ليه مش باخد اجازات؟ فقلت طيب خلاص ناخد اجازه واروح الغردقه اقعد اسبوع وما اقولش لحد ابدا، الا واحد صاحبي هناك هيرتب لي عشان السفر والبتاع دي والطيران وبتاع. طيب فكلمته قال لي فورا مش هقول لحد وخلاص تمام. وانا دماغي بقى بتسخن كتير عشان القصة القصيرة بحكي لكم برضو في المحاضرة ليه. وبعدها بيومين ارتب، وبعدها بيومين ثلاثة لقيت المدرسة الألمانية في الغردقة بتكلمني، يا دكتور عايزين حضرتك تعمل لنا محاضرة علشان الطلبة. قلت لهم انت عرفتوا من فلان ان انا جاي؟ قالوا لا. قلت لهم طب ايه المناسبة بتكلموني ليه؟ قالوا لا مفيش مناسبة هو كده. ما ترددت بقى شويه مش زي شريف ده دي، فقلت لها والله مش عارف اقول لك ايه، ما اصل هقول لها ان انا جاي بس مش هعمل اعتذر. فترددت شويه كده قالت لي وافق. انا ما اعرفهاش. قلت لها في الحقيقه انا جاي بعد كام يوم الغردقه. قالت لي طب خلاص واحنا مش هنزعجك، هو تعالى بس اليوم ده اعمل المحاضره وخلاص. طبعا دي كانت خداع لاني وافقت، وكانت النتيجة ان الاربع خمس ايام كان فيهم لقاءات كل يوم بس كويس جميل. وبعدين طلعت على سوهاج، وانا رايح
الغردقة. قلت أنا كنت براجع البروفات بتاعة شجون فكرية اللي فيها إعادة بناء المفاهيم الكلية. يعني بقول زي ما كنت بقول للشريف كده إنه كفاية كده. بمعنى إيه؟ مش إحنا مش هنطلع نسخب في الشوارع. إحنا لما بندعو لثورة ثقافية هنا ما فيش اعتصامات ولا في أجندات خفية، لا، في محاولة لإعادة بناء المفاهيم الأساسية اللي بتتحكم في تفكيرنا، لأن السلوك بينتج من أفكار سواء كبرى أو فرعية. فلو تركنا وإحنا تركنا الأشياء بدون نفض الغبار عنها، يوم بعد يوم يتكلس الفكر وتصدأ الأذهان. فلا بد من إعادة بناء للتصورات الأساسية الكبرى، المفاهيم العامة اللي بتوحلنا إنها بديهية بس هي مش بديهية. ده كان موضوع الكتاب. فقلت طيب عشان ما طلعش من المود ده خلينا نعمل مجموعة محاضرات عن المعاني الكبرى دي اللي ما اتكلمتش عنها قبل كده في عام إعادة بناء المفاهيم والتصورات. وقلت إنه في الغردقة هعمل محاضرة عن سر اللغة، ودي موجودة على اليوتيوب، اللي ما شافهاش يقدر يشوفها اللي يحب يعني. وقلت هروح سوهاج اعمل سر الادب، ورحت سوهاج من الطريق البري. بس طبعا صعيدة يا رسول الله بقى، اول ما بدأت اتكلم بدأت الاسئلة، ودول بقى الاهل فليهم يعني مش قادر ابقى حازم معاهم، وشايف فعلا شباب متعطش جدا، وكان على غير العادة يجتمع يعني العدد الكبير زي كده في ندوة في سوهاج، مش متعودين يعني على كده، انما جم. فراحت الثلاث ساعات في التساؤلات وأجوبة، ولم تسنح الفرصة للكلام في النقط اللي كنت محددها، اللي هي لما شريف بقى كلمني قلت ده يبقى ده أنسب حاجة لده. كنت ناوي أعمل عندكم هنا الثالثة اللي هي سر الإبداع، انما طبعا لانه هو احنا ممكن نطمع ان يكون اتحاد مستضيف لصالون يوسف الزدان عن طريق لجنه الشباب، او الشباب يطمعوا في لقاء شهري ليوسف الزدان. طب ما هنخش في المطب الاولاني ان هيبقى فيه صحفيين ويقعدوا يلتقطوا برضو العبارات ويغيروها لا انا اوعد حضرتك ان مفيش صحفي يخش لا لا انت تحضر الصحفيين ازاي؟ احنا لا لا لا, لا احنا مش بنعادي الصحفيين. وانا كلامي ده وضحته كذا مره وقلته، مش الغرض منه اني انعي على الصحافه نفسها بقدر، لان انا عارف ان هو ولد خايب او مدير تحرير سيء بيقعد على الدس وتجيله الحاجه يجي مغير كلمه فبقت رخيصه. وتاني يوم بقى الاحكام طبعا الجاهزه تطلع ما في الفريزر، فهو عنده كل الاحكام في الفريزر وعنده مايكرويف. فشريف قال لي قال كده طب طلع من الفريزر حط في الميكرويف واخبط التهمه سلام ورحمه الله وبعدين نبقى نشوف. والحكايه دي انا اشتكيت منها كتير، او مش اشتكيت نبهت ليها يعني كتير، وكانه مفيش فايده ليها يا دكتور. يا جماعه بنقعد ساعتين نتكلم في موضوع، والموضوع ده بيقتضي بقى بحث وتفاصيل وضبط النقط عشان اقدم في النهايه رؤيه معينه. يهدر هذا كله، ومعظم المحاضرات الصالونات ما بتطلعش في كتب، ده بيبقى يعني انا بميز بين ده وبين ده. فتكون النتيجه انه كل الجهد ده الا لو حد راح شافه على اليوتيوب يعني، وبعضهم ما كانش بيطلع على اليوتيوب كمان، هو بياخد فكرة عن ايه؟ عن الهيصة بتاعت مثلا الاسراء والمعراج، وما فيش واحد من اللي بيهيصوا دول يذكر السبب اللي قلته في كل اللقاءات اللي دعاني لطرح هذا الموضوع، ان احنا كنا في ثورة علشان اصلاح سياسي واجتماعي. فبعد شهر ونص لقيت الشوارع مليانة ناس عمالة تقول على القدس رايحين شهداء بالملايين، فعرفت ان ده توجيه مقصود بقى مش مقصود، عن عمد بقى ولا عن عبط ايا مكان، بس ادى الى انحرافات شديدة. وفجأة بقت الثورة الاجتماعية ظاهرة اسلامية عنيفة لنقص الوعي.
وبالتالي فانا لما بطرح تساؤلات اساسيه زي دي وليها مستند في التاريخ وليها حجيه ما ان اللي انت فيه ده خرافه، انا بطهرك من ادوات انحراف عام موصلك اللي انت فيه دلوقتي. لما تيجي بعد 6 سنين ولا 7 سنين من الثوره تقول يا ريتنا كنا قبل، حتى اللحظه الوحيده اللي كان الناس فيها بناء ادمين بقوا يندموا عليها. ليه؟ علشان غلبت الفكر الخرافي ده ومش عشش بقى ده تكلس على اذهان الناس. فبالتالي الجهد المبذول في مثل هذه الامور بيجي بقى واحد بمنشط صغير كده ويضيعه بتغيير كلمة بالتقاط عبارة شاردة وتبقى هي دي الموضوع. فده بيوصلنا للحالة اللي قال عليها الشاعر القديم: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني ثم آخر يهدمه. يعني احنا كل ما نحط مدمكين طوب فوق بعض ونريح شوية بقى عشان نكمل نلاقي واحد راح جاي هددهم. طب قلت لا، يبقى نشوف المسارات اللا جماهيرية، لان انا كمان مش مؤمن بالجماهير عشان تبقوا عارفين. يعني في 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 معتقداتي الاساسية ان المجتمعات عمر ما بتقودها جماهير. الجماهير دي شيء بيتغنى به الحكام لمغزلة عقول خاوية عددها كبير، انما اللي بيقود المجتمعات صفوة ونخبة في كل مجال، ودول بطبيعة الحال محدودين العدد. يعني بضرب دايما مثل ان ماو تسي تونغ باعتبار ان الصين يعني اضخم حاجة سكانية في العالم، لما جاء عمل التغير الهائل في تاريخ الصين نشر اعلان في جريدة، قصة مشهورة يعني، اعلان في جريدة ان من كان يهتم الامر الصيني قابلني عند قهوه مش عارف مين، قهوه كده في الكين. فجوم 2 أو 3، ايوه احنا مهتمين بامر الصين، طب نعمل ايه؟ نفكر، طيب هل ممكن كذا؟ لا كذا. وبعدين قرروا ان هم يطلعوا في شمال الصين ويبداوا يكلموا الناس وينزلوا بمظاهره يخشوا عليها بالكين. كل الكلام اللي كنا بنقوله ايام الثورات العربيه دي، المظاهره المليونيه، كلام بكش. مفيش مظاهره وصلت مليون، ده في شك كمان ان 30/6 كان فيها مليون اصلا بالحساب. انما المظاهرة بقى اللي بجد دي اللي هي عن اقتناع الفلاحين والناس اللي في الاجاب، ما هو نازل بقى يكلموا اهل القرية دي، الصين بتضيع واحنا لنا تاريخ واحنا نقدر نبقى كويسين فيبدأوا يقتنعوا وبعدين يكملوا. وصل عددها 100 مليون، فاسقطت الحكومة وهربت وتركت الحكم قبل دخولهم لبايجين او بكين، وحصل تغير راديكالي جذري في تاريخ الصين والعالم بسبب صدق نية 3 أو 4. هو ده النخبة. هو احنا لما نقول مثلا ان مصر برغم البلايا الكثيرة التي تعاني منها انما في لمعات فيها، هنقول يعني ايه اللمعات؟ نقول مثلا معهد الكلى في المنصورة، نلاقي محمد غنيم. نقول مركز القلب في أسوان، نلاقي مجدي يعقوب. فتبص ده ايه كده، دول نخبة صفوة، دول مش الجماهير. اللي حصل بقى انه مع ازدياد الجهل ومع مديح الجماهير والشباب، انتوا فاكرين انا من يعني اظن انه منحاز جدا للشباب، ومع هذا كان ايام الثوره كل لقاء لو رجعتوا اقول لهم بطلوا افساد للشباب، هذا الشباب الرائع، وكلمه رائع غلط يا ما تنخدعوش يا شباب بالكلام ده، بيضحكوا عليكم. واظنهم عرفوا دلوقتي ان كان بيضحك عليهم، انما كانت لك كلها هذا الشباب الرائع الذي مش عارف ايه. واحنا لابد من مشاركة الشباب والمرأة في خداع، لما
كانت النتيجة ان مين اكتر ناس دفعت الثمن؟ الشباب والمغرب، لان انخدعوا. انا بقول لهمش كده، بقول له لا، انت ناقصك وعي كتير، والوعي وقود الثورة. وكنا ايام اعتصاماتهم في التحرير كان حتى المتحمسين قوي زي علاء فتاح او ييجوا ما كانوش بيروحوا بيتهم، وكانوا يجوا يحضروا الجلسات هنا في ساقية الثورة. كمان في المقابل في عز السقوط الامني اللي كان مواظب منكم يعرف ان لم اتخلف يوما عنها. وقلت مره قبل كده ان في اظن في مارس او ابريل مش فاكر في 2011 طلع ما كانش فيه شيء في مصر شغال، وطلعت بعربيتي من اسكندريه على القاهره عشان ادي المحاضره، وكنت الوحيد اللي على الطريق الصحراوي، لا قدامي حد ولا ورايا حد في الروح والجاي. وبعدين لقيت الوقت اتاخر، كانت الساعه مثلا بقت 10، فرحت عشان ابيت انا في الهيلتون، لقيت الهيلتون ده ما فيهوش ولا نزيل، والمنظر كده كانه بيصوروا فيلم رعب. قلت وانا ايه اللي قعدني ما رعب برعب، رحت واخد عربيتي وراجع على اسكندريه. ده في مقابل ايه؟ ان دول اللي جايين مش الجمهور، دول الصفوه بتاعت الثوره، غالبا 70% منهم في السجون دلوقتي يعني اصلا. لما تراجعوا دول وتقدم على القدس رايحين، قدس ايه يا عم؟ قدس ايه؟ ولا التاني اسلاميه اسلاميه، لا شرقيه ولا غربيه. طب هو احنا كنا شكينا في اسلام يعني؟ ما يا عم ما مسلمين وكل حاجه، هو جوامع اهي وصلاه والدنيا، يعني ما عندناش اي مشكله في الدين، لا مسيحي ولا مسلم عنده مشكله عقيده يعني. لا ما احنا مش هنحكم، وبعدين هيموتوا على الحكم، والتانيين احنا مش على مسافه واحده من جميع القوى ولا ندخل في العمل، وهيموتوا على الحكم. فيستغل مين؟ الغوغاء مادحا اياهم بلفظ الجمهور، الجماهير العربيه الثائره. انا ما بفكرش كده، انا بقول ان الشمعات المضيئه في المجتمعات، انا لما باجي احصل حركه خروج اوروبا من العصور الوسطى اللي بيقول المظلمه يعني دي لحد بدايه العصر الحديث، بعد الاقيهم اشخاص معدين على الاصابع في الفلسفه 7-8. ديكارت اللي سموا باسمه عصر العقل، هيجل اللي ارسى مفهوم الديالكتيك على نطاق واسع، ماركس اللي حول الديالكتيك ده الى اقتصادي سياسي، سارتر اللي اتكلم عن حريه الانسان ومواجهته للعدميه، نيتشه اللي بالغ قوي في ضروره ان الانسان يتطور على ذاته. فتلاقي مثلا 10 مفهومش حد عربي. في العلم هتلاقي مين؟ من ايام روجر بيكون القرن 13، وتيجي بقى هتلاقي نيوتن واينشتاين و 20-30 واحد. في السياسه هتلاقي فلسفه العقد الاجتماعي اللي هم حركوا الفكر السياسي الاوروبي وغيروا شكل العالم، جان جاك روسو، فولتير، يعني اللي بيقود المجتمعات الصفوه والنخبه مش الجمهور. اللي حصل هنا في مصر عن طريق المكيده او الجهل انه جرأ الجمهور على الصفوه، وبقت كلمه النخبه هم السبب كده. يا ابني نخبه ايه؟ النخبه هم سبب البلاء. يا ابني بلاء ايه؟ ومش محدد يعني ايه نخبه ولا يعني ايه بلاء. وبقت تتكرر هذه العباره في برامج التلفزيون، فبقى هتيجي لحد تقول له اصل انا شاعر. يا عم شاعر مين يا عم؟ ما هو جاهل ووجد من يجرئه، والجهل لما بيقترن بالجرأة بتبقى مصيبة سودة. وبعدين الحيلة التانية، اصل احنا بنحافظ على ثوابتنا. يا سيدي ثوابت ايه بس؟ ما انت رسخت بيك الـ الافكار دي لحد قاع
الإنسانية في يعني في الحسابات العالمية أنت عمال كل يوم ترجع لورا، فبستني إيه تاني؟ طيب يبقى دي مش ثوابت، دي حاجات بترسخ بيك في القاع، فاتحرج منها ولو مؤقتا عشان تشوف وضعك ووضع العالم ماشي ازاي. على كل حال قلت نعمل محاضرة اللغة هناك ونعمل محاضرة الأدب في سوهاج ونعمل هنا سر الإبداع، إنما خلينا نخلص النهاردة مسألة الأدب ونشوف كده في الأسبوع، يعني خلال الأسبوع اللي جاي ندرس فكرة إنه اللقاء يبقى شهري. هي حاجة هي تبقى حاجة لذيذة، لأنه أنا ساكن في البيت ده، فيعني يبقى الواحد من البيت للجامع ومن الجامع للبيت، فيعني ما حدش يقدر يتكلم معانا ولا يقوله بقى لا ساعتها بقى نجيب بقى تكييفات ونجيب حد يصلح ونعمل. طيب خلونا نفكر في دي ان شاء الله، هنفكر مع بعض فيه. مفيش خوض اهو. اما موضوعنا النهارده فهو عن الادب، فحد هيقول للوهله الاولى يعني الادب مفهوم واضح لا محتاج اعاده بناء ولا نظر ولا هنقول له طيب ليكن، ايه المفهوم الواضح في ذهنك؟ يقول والله الاستاذ ايهاب ده راجل مؤدب، فواحد يقول لا ده ليه الادب، ما ده الجرح والتعديل. وبعدين يجي واحد تالت يقول لا يا اخي لا مؤدب، يبقى احنا كده بنتكلم على الادب؟ يعني المفهوم مش واضح اهو. طيب بعض اتحادات الكتاب في الدول العربية اسمها اتحاد الادباء، طب هل الكتاب هم الادباء؟ طب ده ايه وده ايه؟ تختلط الـ 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 الاراء. طيب لما جه ياقوت الحموي القرن السابع الهجري عمل كتاب معجم البلدان، كتاب مهم قوي، وبعدين عمل كتاب اكبر منه كمان سماه معجم الادباء، حط فيه مين؟ حط فيه علماء، هتلاقي مثلا ابن سينا في الادباء، بس هو ابن سينا طبعا له كتابات ادبيه وكل حاجه، انما حاطط ناس يعني شغله في العلم مثلا مش في النصوص خالص الادبيه. طب كان يقصد ايه بالادباء اذن؟ طيب نلاقي حديث مشهور متداول على السنة، ادبني ربي فاحسن تاديبي. طب هو ده مفهوم الادب يعني الاخلاق، والادب يعني النصوص. طب والادب اللي هو الاخلاق ده بينقسم لايه؟ ما حدش يحدد. طب الادب اللي هو النصوص يعني طبيعته ايه او اشكاله؟ ما حدش يحدد. فبلمحة تفكير بسيطة نستطيع ان نكتشف كيف ان مفهوما واسع الانتشار ومتداول جدا زي كلمة الادب لا يوجد له او لا يوجد معه وعي حقيقي بحقيقة ما هو الادب. نفس الشيء طبعا في محاضرة الغداء كان عن اللغة، بس طبعا مش عايز اعيد الكلام، وانتهيت فيها او بعد يعني تطور ازاي جت وتطورت ازاي الى اخره، الى ان اللغة هي شهادة وجود الشخص، يعني السمة الاولى للهوية هي اللغة. اللغة العالية هي الأدب. يعني لا يوجد أدب بالمعنى الخاص للكلمة، يعني حينما نخرج من الترهل الدلالي
والاستعمال العامي للكلمة، ونركز على معناها الأدبي، فنقول مثلا إنه جائزة نوبل جائزة أدبية، أو إن البوكر أهم جائزة أدبية في الوطن، أو إنه نجيب محفوظ في لحظة كان شيخ الأدباء العرب. هذا المعنى المخصص المحدد للأدب يرتبط مباشرة باللغة. يجي بقى واحد من الناس الطيبين ويقول لك، وهو كاتب، لا اللغة يا جماعة دي مجرد أداة توصيل بين الناس. معذور، مش واخد باله ان أداة التوصيل بين الناس دي اسمها لغة السوق. وفرانسيس بيكون اتكلم عنها باعتبارها احد الاسباب الاربعة التي تؤدي الى التشويش على العقل الانساني. انما الادب ده محتاج او يقتضي او يرتبط به اللغة العالية. واحنا قلنا ان اللغة هي مستند هوية، يعني هي المعبر الاول عن طبيعة الفرد والجماعة. عشان كده من المضحك في العشرين سنة الاخيرة كده كان يطلع مجموعة ناس متحمسين ولا مصر مش عرب، مصر فرعونية. اقول له طب ليكن، جايز تكون فرعونية، بس على الاقل طالب بده باللغة اللي انت عايزها مش باللغة العربية. انما انت عايز تلغي ذاتك بقاعدة اساسية من قواعد تحديد ملامح الذات، يعني بتقول بالعربي مش عايزين عرب؟ لا اصل العرب حاجة وحشة. طب ما كانوش حاجة وحشة قبل كده، طب ما تشوف فين السبب. نفس الشيء اللي عند الامازيغ، ناس اصلاء طبعا و ينازعوا العرب في الأصالة، وهم كانوا أصحاب الأرض بتاعت شمال أفريقيا لحد المغرب، وبعضهم متجانس مع الثقافة العربية ومتفاعل معها، وبعضهم بس عدد قليل يعني انفصالي، فينادي بالانفصال عن الثقافة العربية باللغة العربية، وهو يعلن إسلامه وتمسكه بالإسلام اللي هو لا يمكن إدراكه إلا من خلال منظومة اللغة الأدبية. لأن العلامة الكبرى على الإسلام هي القرآن، والقرآن في زمنه هو سقف البلاغة العربية النثرية. عشان كده الشاعر قال لابد من نثر إلهي لينتصر الرسول. فمحورية اللغة بينبني عليها مفهوم الأدب باعتباره أحد أشكال النشاط والإنتاج الإنساني المرتبط بالضرورة باللغة العالية. يعني عبر مئات السنين ما الذي حافظ على اللغة العربية؟ أول إجابة يقول لك القرآن الكريم. طيب ماشي، والشعراء دول كانوا بيعملوا إيه؟ يعني المتنبي اللي من منتصف القرن الرابع لحد دلوقتي وإحنا في القرن 15 الهجري أشعاره ملء السمع والبصر، لدرجة إنه كتير من الأمثال أو الأقوال المأثورة يعني هي من أشعار المتنبي.
وناس كتير ما تبقاش واخده بالها. يعني مصائب قوم عند قوم بيت الشعر: بذا جرت الايام ما بين اهلها مصائب قوم عند قوم. وبعدين لا تشتري العبد الا والعصا معه، علشان كافور والقصه بتاعته بيت الشعر: لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيده. وده كتير قوي الشواهد دي، وفي دراسات ومقالات يعني فيها يعني ما سار أمثلة على ألسنة الناس من شعر المتنبي كثير. وطول ما أنت بتعرف ديوانه تجد فقرات تقول الله ده، ومش المتنبي بس، هو داوني بالتي كانت هي الداء، هو ده لا هو حديث نبوي ولا من أقوال العرب قبل الإسلام، ده بيت شعر خليع لأكبر شاعر خليع في بس الناس بتحبه، وهو جميل طبعا. اسمه ايه؟ نواس. ما حدش يقول نواس، مفيش نواس، نواس. وقلنا نواس معناها ايه؟ الضفائر اللي هي الرفيعة دي اللي بيعملوها زي اليهود ده كده. عشان كده لما نقول بيت يانوسة يعني يضفيرة صغيرة. فهو كان مش بيستحماش وشعره ناعم فبيفتل على، فأبو نواس. ومشهور عنه انه حاجات كتير يعني، بس بصرف النظر عن اللا اخلاقي منها، يعني اللا ادبي بالمعنى العام للكلمه، خلينا في الادبي بالمعنى الخاص للكلمه، ان هو اللي قال بيت الشعر البديع صوتيا ومعنا: ودع عنك لومي فان اللوم اغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، الى اخره. طيب هم دول الشعراء، ثم القصصين، ثم الاجيال المتتاليه من هؤلاء الكتاب، مش هم دول اللي كانوا بيعيدوا للغه نصوعها؟ يعني بيعملوا ايه؟ يعني بيعيدوا للهويه شكلها. فهي المساله ليست مختلطة كما يظن العوام من الناس عندما يخلطون بين الأدب والأخلاق، وهي ليست هينة مثلما يستدعي، مثلما يتصور الجاهل الجريء أن الأدب حاجة ملهاش لازمة. ده أنت السمة الأولى اللي بتحدد شخصيتك هي اللغة، والعامل الأول لامتداد هذه اللغة واستمرارها اللي هي شهادة وجود وشهادة بقاء كمان، لان الامم اللي كتبت ما بتموتش، اللي بتندثر الامم اللي ملهاش تراث، انما التانيين دول يغطس وبعدين يطلع تاني لانه له نص مكتوب. هذا الفعل يقوم به الادباء. طيب هل هناك اشكال ادبيه؟ طبعا طبعا، ده بيدرسوها الولاد في ابتدائي، ان في شكل مثلا القصيده العموديه، ودي احد اشكال الشعر الذي هو احد اشكال الادب. طب نلقي نظرة عامة كده، عندنا ايه؟ عندنا الشعر، وعندنا القصة، وعندنا ايه تاني؟ المقال. اذا اعتبرت المقامة ماشي. طيب هذا التصنيف انا مش موافق عليه. ليه؟ لانه ايه اللي بيميز الشعر؟ انه كلام منظوم ومرتب على نحو ما. طيب لما نقول بقى كلام زي عبارات النفاري والحلاج وابن عربي والسهروردي، يعني السهروردي في هياكل النور مثلا، هياكل النور ده كتاب في المنطق بدءه كده: يا قيوم أيدنا بالنور وثبتنا على النور واحشرنا إلى النور واجعل منتهى مطالبنا رضاك
وأقصى مقاصدنا ما يعدنا، لأن القاق ظلمنا نفوسنا ولست على الفيض بضنين، أصار الظلمات في بالباب إلى آخر النص. ده مش شعر اهو، بس أدب ونثر اهو. قال لك لا، أصل في نثر شعري. يعني إيه؟ قال لك يعني نثر يراعي المحسنات البديعية جدا، وبالتالي يبقى له وقع زي الوقع المنتظم للشعر. كلام طبعا تحسن تلزيق. طيب نيجي للشعر نفسه، هو النثر ممكن يقص قصة او الرواية او المقامة. طيب بيشوف الاشعار ابتداء من الشعر الجاهلي، هو مثلا امرؤ القيس اشهر الشعراء العرب، لما بيجي يقول لك الا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم نح. ده بيت ابيات شعراء قليلة الادب قوي، بيحكي فيها ما كان فلتان القيس ده، انه العرب، العرب اللي بجد مش الصورة اللي دهنا التلفزيون، عشان بس نبقى واضحين، كان من ضمن الحاجات التقاليد انه البنات والستات بيطلعوا لو في زي نقيعة او بحيرة او بتاع كده قريبة يعني من الشتاء، يروحوا بقى يلاعوا هدومهم ويهيصوا بقى. فاليوم ده بيبقى يوم الستات يعني. هو بقى رزل، هو مصاحب واحدة فيهم، فرح ايه متسلل. ده القصيدة المعلقة بتحكي ده، واستناهم اول ما نزلوا وراح طالع واخد الهدوم. يا امرؤ القيس اختشي اتحشم، اللي عايز هدومها تيجي تاخدها. ورونا كده الجمال بقى. طب مش طالعين انتوا، مش انتوا حرين؟ ففضلوا الشمس بقى في بقى يسقعوا خلاص. طب انا طالعه بس غمض عينك. يقول لها اطلعي اطلعي، ما شاء الله ما شاء الله كده خلاص. وصاحبته دي يقال اسمها فاطمة، المهم كانت اخر واحدة طلعت، قالت له وهو عرفها من قبل كده يعني ايه ده. طب نقف عشان الادب. فكان ما كان من القصة الحكاية التي رواها امرؤ القيس شعرا في معلقته، وحكى لنا فيها عما جرى في دارة جلجلي وما جرى بعدما اشتكت له الصبايا من أنه أخرهن، وأنهن يعني أصابهن الجوع، فذبح لهم ناقته وعملوا باربيكيو. لاحظوا ده المرأة العربية قبل الإسلام، بس عشان نبقى يعني، وده كلام مسجل من نص شعري. حتى لو شكينا في روايته، انه مش هنشك بقى في محتواه كمان. يعني الاستاذ طه حسين عنده شكوك على نص الشعر الجاهلي، انه الرواه اللي تناقلوا الشعر ممكن يكونوا غيروا في صيغ، وارد قضية يعني كبيرة وتكسرت فيها النصال على النصال، ولكن فحوى ومسار القصة يعني لا يوجد ما يدعو للشك فيه، لا سيما انه ترتبت عليه اشياء بعد كده، وقائع معينة ان ابوه يعني طرده، وهو قص ما لا يجب ان يقص، من انه ما هو ذبح الناقة بتاعته فهيروح ازاي، فركب معاها في الهودج، والهودج طبعا مقفول، وهو شقي، وهي تقول له امرؤ القيس اتلم شويه بقى.
وبعدين بتبدأ بقى ايه تتمنى عليه، فبيقول لها الأبيات المشهورة: أفاطمة مهلا كل هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمية فاجملي، فمثلك حبلى قد ترقت ومردع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. إذا بكى من خلفها التفتت له بشق، وتحت شقها لم يحول. بصرف النظر عن هذه التفاصيل، أليس هذا نوعا من القص في قالب منظوم؟ طيب، معلقة زهير بن أبي سلمة، هذا الرجل العظيم اللي دايما بقول ان لازم تبقى دي المقرر الدراسي على عيالنا بدل الهبل اللي حط لهم واسلاماه ومش عارف طموح جارية وكلها عن الحروب والخيبة دي، حط لهم القيم دي. انه القصيدة موضوعها الرئيسي ايه بعد الديباجة بتاعت الغزل اللطيف بتاعه ده؟ انه اتنين من العرب الأثرياء يعني دفعوا ديات قتلى قبيلتين عشان يتم الصلح، وبيحكي بقى وإثناء ده بيحكي عن شؤم الحرب وكيف أن شؤمها وتدميرها لا يتوقف فقط عند الأحداث اللي بتجري من فتك وعنف، إنما بيتعدى هذا إلى الجيل التالي، حيث يقول: وتولد لكم متى تبعثوها زميمة، يعني أسوأ حاجة في الإنسان تطلع في الحرب. وبعدين يقول: فتولد لكم أطفال أشأم كلهم، اللي هو زي ما قلنا في اللقاء قبل كده كيف إن الجيل التالي بعد الحرب ده بيبقى عنده تشوهات نفسية وعنده اختلالات عصبية، يعني دي المعاني المفروض تكرس في نظام تعليمي عايز بلد تتطور وعايز العقول تتطور. إنما موضوعنا الآن ليس هذا، موضوعنا أن المعلقة، معلقة زهير، هي تحكي واقعة. حتى الشعر اللي هو أدرك الإسلام زي بنت سعاد، هو إيه القصة؟ القصة إنه النبي أحل دمه، فهو بيتودد إلى النبي بالقصيدة وبيحكي ما جرى، وإنه إزاي إن الناس قالت له: لا أنت ميت. ف كنا بنتكلم عن زهير بن أبي سلمة، مش كده؟ على ايه؟ كعب ابنه. انه سعاد مراته او حبيبته، ما اعرفش، ست جميله، وزعلانه بقى منه ومشت، فبانت يعني ابتعدت، فقلبه بقى موجود في التوابل، يعني محطوط في شطه وفلفل اسود، ومطلع القصيدة مشهور: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. وبيصف صفتها بقى إزاي إنها يعني فرعة كده وحاجات تانية، وبيتحرك بقى للقصة الأساسية للقصيدة، يسعى الوشات، بينقل بقى منها للحدوتة: يسعى الوشات بجانبيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول،
قلت خلوا سبيلي لا أبا لكم إن العفو عند رسول الله مأمول. ما هذه قصة هي. يبقى إذن الاختلاف مش في إن المقال أو الرواية أو القصة القصيرة بتحكي وقائع متسلسلة والشعر لا، ربع ما لا، إنما قد يحصل تداخل كبير جدا. مثنوي جلال الدين الرومي 90% منه قصص، اللي راح ولما فلان مش عارف ايه، بس منظومة على النظام الشعر اللي موجود في الفارسي اللي هو المزدوج في العربي اسمه بالفارسي المثنوي، اللي هو بيتين 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 بيتين. فبالتالي الشكل ليس هو المعيار الحاكم على في التفرقة على ما هو أدب وما هو غير أدب، إنما اللغة العالية هي الشرط الأول والأساسي لنقل النص، سواء كان يحكي وجهة نظر ما، قصة ما في أسلوب روائي أو شعري، خواطر متتالية، لأن في كتير من الشعر هو عبارة عن أفكار متتالية وصور شعرية لا يربط بينها خيط واحد إلا مسار القصيدة. وفي كتير من 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 الأشعار مثلا اللي بيقدمها الشعراء القدامى والمحدثون تجد انه هو في حالة مثلا مكتئب او فرحان او ايا مكان، فبيدينا صور شعرية هي لا تترتب لتعطي قصة لها بداية ونهاية، انما هي تعبير عن حال او العكس. يعني اقوال جديدة عن حرب البسوس لأمل دون قل هي عبارة عن ايه؟ عن حكي معاصر لوقعة للواقع اللي حصلت بين بكر وتغلب، وكان فيها الزير سالم بيخرب الدنيا، بس هو أمل مسكين كان مفكر وبطل، خسارة أمل دنقل فعلا. من أكثر الشعراء في العصر الحديث موهبة، بس كان محتاج يتعلم شوية ما لقاش. لغته الشعرية وقوافيه، ده عمل أبيات في الديوان ده أقوال. شوفوا صعوبة القافية، كليب بيشتكي لأخوه للزير سالم إنه هو تقتل غدر، فيقول لم يصح بي قاتل انتبه، لكنه غافلني وبين الغصون اختبأ، فجأة ثقبتني قشعريرة بين ضلعين وطار قلبي كفقاعة وانفثأ. صعوبة وبرضو في القصيدة اللي رسى بيها جمال عبد الناصر، وتهيألي دي كانت أكتر حالة وعي وصل بيها أو لها أمل دنقل، لما انصدم من وفاة عبد الناصر الصنم المهول ده، فكتب قصيدة بيقول في أولها لا وقت للبكاء، بيقول للبلد يعني لا وقت للبكاء، فالعلم الذي تنكسينه فوق سرادق العزاء منكس على الشاطئ الآخر والأبناء يستشهدون كي يقيموه على تبه. العلم المنسوج من حلاوة النصر ومن مرارة النكبة ملقى في الثرى يلعق فيه الدود، يلعق فيه الدود واليهود، فانخلعي من قلبك المفقود، فها على أبوابك السبعة يا طيبة، يا طيبة الأسماء، يقعي أبو الهول وأمة الأعداء، مجنونة الأنياب
والرغبة تشرب من دماء أبنائك قربة قربة ونيلك الجاري على خد النجوع مجرى دموع ضفافه الأحزان والغربة. اختيار قافية كهذه بالقدرة البلاغية الأساسها الموهبة هنا واللي بتخلينا نتجاوز عن ضعف الجانب المعرفي في الأمر إن على بابك سبعة يا طيبة يعني طيبة المصرية طيبة ذات التسعين بابا طيبة ذات السبعة أبواب هي طيبة اليونانية الصغنونة. إنما ليكن احنا دلوقتي بنتكلم عن كيف أن الشاعر قد يقص. طب القصاص بقى سواء كان روائيا أو بيكتب قصة قصيرة أو نوفيلا أو رواية أيا مكان الشاعر هو لو استعمل لغة الشارع احنا نقراه ممكن يقروا بقى الولاد اللي هم 15 سنة يكتب لهم مثلا رواية رعب ان كان في عفريت بيطلع مش عارف ايه وهم بقى عايزين حاجة كده جذابة وده كويس انا مش ضده على فكرة خليهم يقروا فيستعمل لهم اللغة المعتادة في الشارع بس ده ما بنقولش عليه ادب او ما بيتقالش عليه الادب الرفيع انما بنبدأ بقى نروح عند جلال الدين الرومي عند طاغور عند الكتاب دول اللي هو بيقعد بقى الواحد علشان يصيغ العبارة هذه الصيغة العبقرية او اشعارا كهذه التي رأيناها عند امل دنقل او غيره قد يحكي فيها الحكاية او نفس الحال مثلا او قريب منه اللي كان فيه امل دنقل كان فيه محمود درويش اثناء حصار بيروت ولما طلع كتب لنا القصيدة الفظيعة دي اللي يعني ساعات كده أبالغ واعتبرها أهم قصيدة في القرن العشرين عربية اللي هي مديح الظل العالي. مديح الظل العالي صور يعني بيدينا مشاهد من بيروت ساعة الفجر وبيروت الظهر وبيروت العصر وكده وما فيش تسلسل الحكاية يعني مش بيحكي حدوتة زي بتاعت حرب البسوس. حرب البسوس في قصة الناقة ورعت وكليب قال لأ وبعدين ضربها بسهم وبعدين إلى آخر الأحداث. هنا هي قصيدة معاصرة ومشهورة إنما هي عبارة عن صور مكثفة متتالية وديوان كامل هي قصيدة طويلة. إذن بصرف النظر عن الشكل وصول الكاتب إلى مستوى راقي من التماس مع اللغة هذا ما يجب أن يسمى أدبا. وأظن أن هذا هو القانون أو القاعدة التي طبقها ياقوت الحموي في معجم الأدباء عندما تحدث عن أهم شخصيات في الإسلام نظرا لأن هؤلاء كتبوا كتابة عالية. فحد يقول لي طب يعني وهو ابن سينا الطبيب هقول له ابن سينا له أدب بس حتى من غير الأدب ده شوف لما نلاقيه بيكتب في الطب في القانون في الطب أشهر كتب واحد من أشهر كتب في التاريخ عن الملنخوليا الفقرة اللي دايما بقولها لكم عشان نبين طريقة تفكير هذا الرجل حيث يبدأ مرض الجنون السوداوي أو الفصل الخاص بالجنون السوداوي أو الملنخوليا بقوله وقد زعم البعض أن هذا المرض إنما يقع عن الجن ونحن من حيث نتعلم الطب لا يعنينا إن كان ذلك عن جن أو غير جن بل نبحث في سببه القريب. أو ابن الهيثم في كتاب المناظر في مقدمة هذه اللغة العالية جدا التي يشرح بها منهجه العلمي بألفاظ بالغة الدقة والرهافة وتوصيل المعنى
فيقول مثلا نبتدئ البحث باستقراء الموجودات وتصفح حال المبصرات وتعيين ما يصلح منها للبحث، ويكمل وغايتنا في ذلك اتباع وغايتنا في ذلك التماس الحق للميل مع الآراء إلى آخر النص. أو جابر بن حيان لما يقول في عبارة واحدة: من كان دربا كان عالما. أو ابن النفيس لما يقول حاجات كتير بقى ابن النفيس، بس عايز اشوف حاجة علمية قوي. ينصح مثلا الأطباء ان ما يسرعوش الى التداوي، يعني ما تديش أدوية كده على طول. فيقول في نص طويل: وحيث أمكن التدبير بالأغذية فلا تعدل إلى الأدوية. النص كاملا. بيتكلم عن انحراف الطبيعة. أصلا نص طويل وهو كلامه كله بليغ. ف يعني ناخد منه نموذج مثلا: لا ينبغي أن تعالج كل انحراف عن حال الصحة، وحيث أمكن التدبير بالأغذية فلا تعدل إلى الأدوية، وإن لا نؤثر على الدواء المفرد دواء مركبا، لكن قد نضطر إلى التركيب. هذا النص أدب، مع أنه بيتكلم عن قاعدة علاجية. نصوص ابن الهيثم وابن سينا هي نصوص أدبية، بمعنى أنها ارتفعت باللغة إلى مستوى معين فحققت الشرط الأول. طب هل هناك شرط آخر؟ في شرط ثاني وربما ثالث. الشرط الثاني أن يكون في هذا المحتوى اللغوي فكر ما، لأنه احنا مش بنرتب صياغات بليغة. وارد انه في الأدب زي ما عمل حسن طلب مثلا في آية جيم، ديوان كله الإيقاعات بتاعت الجيم، أو في القصيدة المشهورة بتاعته حتى بين من عنوانها هو: زبرجدة الخازباز في أن كل ما سيصح صح وكل ما سيجوز جاز. تقرأ أنت القصيدة إيه ده؟ إيه؟ طب إيه يعني؟ بس ده أدب بصفاته حقق الشرط الأول، إنه لأنه فعلا الديوان سواء آية جيم أو زبرجدة في إيقاعات صوتية عجيبة، إنما بيكتمل الحال لما هذه اللغة العالية المحققة لدرجة عالية من التماس مع سقف اللغة يقوم بها شاعر، يقوم بها قصاص، يقوم بها روائي، يقوم بها فيلسوف، يقوم بها طبيب، يقوم بها طه حسين. وانا كنت بقول لهم في اخر جلسه قصه عن لما كتب طه حسين عن ثوره الزنج. ثوره الزنج دي كنا عملنا عنها محاضره زمان في عام الثوره اللي هو 2011، لما كنا بنستعرض تاريخ الثورات وبتفشل ازاي فكان لها يوم يعني. بس دي من الحاجات للاسف اللي متحطتش على اليوتيوب. هي باختصار ثورة أنبياء، واحد اسمه عبد الله فقيه ذكي جدا عبقري يعني ويساري جدا وفي عز الدولة العباسية، قال لهم ايه ده؟ ايه العبيد دول كلهم؟ الزنج اللي هم الزنوج يعني، لان فيه طبعا في ناس الشقر
وفي العرب السمر، وبعدين في السودان يعني الناس الشكلاس، وبعدين في الزنج. فمع اتساع الدولة كانت تجارة العبيد رائجة جدا، وكانوا في اعداد قوية، وبعضهم بيعيش وبيولد بقى بيخلف يعني وبيخشوا الاسلام. فجه عبد الله صاحب الزنج ده وقال لك مفيش عبودية في الاسلام بين المسلمين، ما ينفعش. ليه؟ الآية بتقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. طب يا عمي ربنا اشترى نفسه لما أعلن إسلامه، هو بايع نفسه لربنا على، فأنت بتشتري إزاي تاني؟ ما ينفعش. فطبعا الكلام ده لاقى استحسان ناس كتير وبقوا قوة كبيرة، ولم تستطع الدولة العباسية التغلب عليه وعلى قواده إلا بعد لأي ويعني وعنت شديد جدا، حتى أن الخليفة بنفسه قاد بقى آخر مواجهة وحشد كل جيش الإسلام عشان يقتل تجلي من تجلي الإسلام لصالح تجلي السلطة. وإحنا عايزين عبيد، تقول لي ربنا قال ده الكلام ده زي معاوية كده لما قال له ابن عمي هي الدنيا، فإما أن تأكل معنا أو تتركنا، ما يعني ما تفلقنيش تقعد تقول لي بقى قال الله وقال معلش يعني. فده نفس الشيء، اشترى بقى ما اشتراش اللي هم الجنة ما لهمش، احنا عايزين عبيد وعايزين نحكم. فغلبوا، فاجتمع الخليفة وجيش جيش الإسلام ده طاحسين بقى ومش عارف ايه، وتواجهوا في حتى كذا كذا وانهزم اللي هو عبد الله. نقطة، ماذا لو كان غلب؟ طبعا هنا في تلت اعدادي بقى بقرا الكلام ده بيأثر انفعالاته الشديدة. ماذا لو كان غلب؟ انت ايه عم انت؟ ده لطه حسين يعني، كنت بكرهه جدا، انت عايز مني ايه؟ ما هو انا نتاج ايه؟ الثقافة بتاعت الاحرار جدا دول، التوجيه المعنوي والتربية القومية والهبل والعبط، فبتعود على الاجابات. فبيجي في التعليم بتاعنا ان حد يقول لك كذا ده وحش، اوكي كذا كذا ده حلو، طب اوكي وبس. لقيت حد بيعمل حاجة تانية خالص، حد عايزني افكر. طب التاريخ انه انهزم، ثلاث كلمات بقى، ماذا لو كان غلب؟ صحيح، ماذا لو كان غلب؟ دي قصة هيجي بعد كده وما اظنش فيه صلة، بس محمود درويش هيعبر عن المعنى ده في حاجة من قصائده الأخرانية لما يقول ومصادفة صارت الأرض أرضا مقدسة لأن ألوفا من الجند ماتت هناك. يعني شوفوا المفارقة أو البارادوكس أو الخبة التقيلة، إن عشان ناس اتقصفت رقبيها هنا بقت دي مقدسة، مفروض تبقى يعني لا. ألو فين؟ ألو دي اللي بيكلم في التليفون، انت فيش ألو هنا واحنا بنتكلم. انه مش مقدسة عشان هي اول ما بتروح بتحضنك بتقدم لك واجدة، لا ده عشان ناس اتجندلت هنا. دي كلمة فصيحة يعني، مات. ومصادفة صارت الارض ارضا مقدسة لان الوفا من الجند ماتت هناك دفاعا عن القائدين اللذين يقولان هيا
وينتظران الغنائم في خيمتين حريريتين من الجهتين، يموت الجنود مرارا ولا يعلمون إلى الآن من كان منتصرا. خلصت كده القصة، دي ثورة الزنج. وبعدين يجي مكمل الشعر بقى: ومصادفة عاش بعض الرواة وقالوا لو انتصر الآخرون على الآخرين لكانت لتاريخنا البشري عناوين أخرى. ده احنا اللي احنا شايفين انه تاريخ، دي حاجات كان ممكن او كان ممكن لا، وانه لو كان عبد الله صاحب الزنج غلب التاريخ الانساني غالبا كان هيختلف. وطبعا ما كناش بقى هنقعد 1100 سنة على ما يجوا الأوروبيين يقولون حقوق الإنسان وإلغاء العبودية فنلغيها وإحنا الصرمة فوق دماغنا، عفوا في التعبير يعني. ما قعدناش بقى نقول الإسلام والمش عارف الإيه ولا اجتهاد فيما جاء فينا، انصعت للقوانين الدولية لأنك ما انصعتش للحس الإنساني ولا للحركات التحررية العميقة اللي أنتجها فكرك. فدار بك الزمن لما بقيت مستعمر ومسلوب الاختيار وتصدر قوانين منع الرق فتحرم العبيد مع أن منصوص عليها، ولا تزال العمالين يدفعوا على النصوص دول، لا تزال النصوص فيها. صحيح أن الإسلام مش بيشجع يعني عليه وبيتلطف مع العبيد وكل ده، بس يظل انه جزء منه، وفي الفقه في ابواب منه. اذا اشارة طه حسين كانت اشارة ان حرك، وخدوا بالكم هو تلميذ مين؟ ابن خلدون، مدرسته في ابن خلدون. وابن خلدون ده اللي قال لنا ايه؟ اعمال في الاخبار. طيب الاديب بقى طه حسين تم، عشان تشوفوا المكر، تعميمه من نافذة الايام وخلوها لنا مقرر دراسي. فبقى كل اللي شغلنا ايه، او يعني القصة ايه، انه كانش بيحب العسل، العسل السوداني، عشان كان بيقع على هدومه والعيال بيضحكوا، وكان مش عارف ايه وفقد بصره ازاي ولا مش عارف ايه، حكاوي ممكن تحصل مع اي حد. وليست هذه طبعا نقرا الايام وكل حاجة، انما يتم إبعاد وتجهيل والتشويش على مستقبل الثقافة في مصر. الراجل ده في منتصف القرن العشرين بيقوم بدوره كأديب في الأمة دي، وبيقول لمصر: بص يا مصر، ما تضيعش وقتك، انت ملكيش حل إلا انك تندمجي مع حركة الحداثة الأوروبية وتشاركي في صنعها، و يعني عشان تبقوا كويسين يعني. اترد على ده ازاي؟ الشعر الجاهل يسقط الوزير الأعمى، محمد فرحات ورئيس نيابة مش عارف ايه يحقق مع الدكتور طه حسين فيما نسب اليه في كتاب الشعر الجاهلي. طه حسين وكيل النيابة كان رجل مثقف ومش عارف ايه، وكتب المذكرة دي وتنشرها كل الجرائد
وبعد تقوم الثورة 52 والدنيا اتنين. لاحظوا بقى لما طه حسين كتب مستقبل الثقافة في مصر كان الحال كالآتي: مدينتي أو مدينة القاهرة والإسكندرية لا يوجد أي فرق حضاري بينهم وبين العواصم الأوروبية، لا في المباني ولا في النظافة ولا في الأناقة ولا في الخدمات. إنه البيوت الأزياء بتعرض في القاهرة أحيانا قبل ما تعرض في روما وفي باريس. بلدكو دي مش عارف مسلفة سويسرا ايه ومش عارفه النرويج واخد القصص دي، ده تاريخ. كارل أورف بيجينا هنا عشان يعزف كارمينا بورانا في الأوبرا بنفسه. فانت على نفس المستوى تقريبا من دي، فهو بيقولك اندمج هنا. ده صوت الادب الفكر. انت سبت ده ورحت رايح للاشتراكية العربية والاخوان والتحالف مع الاخوان وبعدين سجن الاخوان وبعدين انهيار المشروع الاشتراكية العربية وبعدين الوحدة مع سوريا وبعدين ضيعوا الوحدة عشان ستات وكلام فاضي وسلاح يعني، وبعدين حرب في اليمن. انت بتطالب بالوحدة العربية وبتفصل السودان وبتحارب في اليمن وهنتف دقن فيصل، وفيصل مش عارف يعمل ايه، والاخوان يطلعوا من السجن وبعدين يقاوموا مش عارف ايه وبعدين يقتلوا مين وبعدين السعودية تتولاهم وبعدين السعودية تعيد تصديرها ليه. ونسينا الخط الخلاصة الفكر المصري في منتصف القرن العشرين كان بيقدمه لنا ولم يطرح الطرح الذي قدمه طه حسين على القاعدة العامة المصرية. إنما طرح إيه؟ كفروا الأزهر، لا هو مش كافر، لا هو مش قصص وحكايات ملهاش دعوة بفحوى الخطاب أو الفكر الأساسي اللي قدمهن طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر. فكان إهمالنا للأدب فيه تدمير كامل لبنية الواقع. وهناك من الأمثلة ما لا حصر له عن أساتذة كانوا يقدمون في الجامعة المصرية، حيث كانت هناك جامعتان، جامعة فؤاد وجامعة فاروق. فاروق الأول اللي هي جامعة اسكندرية وجامعة فؤاد اللي هي جامعة القاهرة اللي هي بفلوس واحدة من الأمراء من الأميرات يعني أصلا يعني هدية. طبعا ده ما بيتقالش، ما بيتقالش ان كل المباني الفخمة دي. شوفوا بقى الجامعات اللي اتبنت بعد كده طنطا شوف الشكل حتى وشوف هنا تعرف الفرق. اما عن المستوى التعليمي انا قلت كذا مرة ان الاساتذة الكبار اللي انا ادركتهم اللي هم يعني اتخرجوا في الوقت ده وعاشوا بره ما جوش هنا ونبغوا زي عبد الحميد صبرة مثلا في انجلترا وبعدين في امريكا وزي روش دراسة كلهم قالوا لي انه كانوا بيطلعوا من هنا في الخمسينات على بره ولا في اي فرق. يعني هو مثلا في بيعمل الماجستير هنا مسجلها في كذا فبيروح يكملها هناك عادي لانه هو عنده ناس هنا. الدكتور محمد ثابت الفندي ده واحد من اساتذتنا الكبار، مات من حوالي 20 سنة عن عمر فوق 90. كتابه فلسفة الرياضيات كان مقرر في السوربون سنة 34 على الطلب. فبالتالي المصريين هم بيدرسوا هناك والعلماء بيدرسوا هنا، ومصطفى مشرفة بيكون واحد من ستة أو سبعة بيتواصلوا مع اينشتاين لما بيطرح نظرية النسبية العامة إلى آخر. ف
في هذه اللحظة التاريخية. طه حسين هنا هو زرقاء اليمامة، ده الدور الثالث بعد اللغة وبعد الفكر. بيجي دور الأديب انه ينظر الى الآتي في ضوء وعيه بالحاضر، فيقول خدوا بالكم من كذا، روحوا الحتة الفلانية، في قبيلة الشجر جاي، ده زرقاء اليمامة الأساسية يعني. إن لما حدش انتبه ولا اهتم، مين اللي دفع الثمن؟ اللي تعاموا حاكمهم ومحكوموهم. ليه؟ لأن تم الاستخفاف بالأدب وبالكتاب. أنا ما قلتش إن ده لسه بيحصل، ومفسرتش بان احنا لسه في نفس المنطقة. انتوا افكاركم اللي سيئة، وشكرا. قصة قصيرة دكتور يوسف. القصة القصيرة يظن انها فن ادبي او شكل ادبي حديث. في حين وبعض يعني الدارسين بيرجح او يعني بيحيل لان ادب المقامة، المقامات، مقامات الحرير وكده، ده نوع من القصص القصير المتتالي. انما يظل هناك يعني شبه اجماع على ان القصة القصيرة فن غربي حديث واحنا تأثرنا به. هذا الكلام من مكان انا كدارس للتراث بشوفه غريب جدا، لانه ما بعرفش طيب اودي فين قصة سلمان وابسال لابن سينا، ورسالة في العشق لابن سينا، واصوات اجنحة جبرائيل او حفيف اجنحة جبرائيل للسهروردي، ولغات موران او لغة النمل للسهروردي، والغربة الغربية للسهروردي برضو. اذا هذا اللون من الادب كان موجود بشروط مش عايز اقول اعجازية، انما يعني حاسمة جدا منعت الترهل عنه. اصل دلوقتي احنا عندنا الرواية وعندنا النوفيلا اللي هي الرواية القصيرة وعندنا القصة القصيرة، وفي بعض يعني الاشكال القصة القصيرة جدا. طيب ليكن، ما هو المعيار الذي نحتكم اليه في التمييز بين هذه الاشكال؟ معيار الحجم لا يكفي، لانه يعني لو هي الحجم بس يبقى مثلا 15 قصة قصيرة يساوي رواية، لا هي مش كده، ده شيء قائم بذاته. انما الشروط اللي قلنا عليها لابد من توفرها في الادب، لازم تنعكس فيه في القصة القصيرة. فتلاقي اللغة رمزية مكثفة، ولما نشوف قصة مثلا حي ابن يقظان لابن سينا، ابن سينا هو ليه المعلومة دي لازقة في دماغكم بطريقة غريبة جدا؟ لأن أنا فكر برضو مرتين في الساقية كل ما أقول حي ابن يقظان فلاقي واحد يصحح لي، يا أستاذ جيمي، هو ما اسموش جيمي بس أنا مسميه جيمي، اسمه فتحي، بس يا أستاذ فتحي، قصة حي ابن يقظان قصة سكندرية قديمة من الزمن الهرمسي، بتحكي عن قدرة العقل الإنساني في بلوغ المعاني العليا إذا تجرد عن الحواس، وكانت يعني بتطلع في أشكال كده في الكتابات الرمزية، قصة الرجل الطائر، قصة كده. ابن سينا 428 هجرية وفاته، هو أول واحد كتبها عن رحلة العقل حي ابن يقظان،
وصول العقل من غير نبوة من غير شرائع إلى إدراك الحقائق. ثم نرفزت القصة دي شهاب الدين السهروردي، فرح كتب قصة تانية قال في أولها اسمها الغربة الغربية، إني لما رأيت قصة حي بن يقظان التي كتبها الشيخ الرئيس رأيتها متعرية عن التلويحات التي تشير إلى الطور الأعظم الذي هو الطامة الكبرى عند المحققين، فأردت أن أذكر طرفا من هذا في طرز قصة سميتها أنا الغربة الغربية. مبتدأ القصة، شوف اللغة بقى. لما سافرت مع أخي عاصم من بلاد ما وراء النهر قاصدا القيروان، وقعنا بغتة في القرية الظالم أهلها، فأخذونا مقيدين في سلاسل وألقونا في قعر بئر لا نهاية لسمكها، وكنا آونة المساء نرتقي البئر مشرفين من قوة عسى تأتينا حمامات من أيوك اليمن، إلى آخر النص طويل يعني. بس كل سطر من دول قلت لهم مرة إني جيت للطلبة في سنة رابعة وكنت وعدهم إن أنا هشرح يعني المحاضرة الجاية هنتكلم عن الغربة الغربية، فأقروها بقى وأقروا البتاعة دي عشان هنفصص بقى فيها. ولما جه معاد المحاضرة خدت ساعتين ونص وأنا بشرح لما، بس ما هي بدأ كده، لما سافرت مع أخي عاصم، لسه بقى عاصم ده العقل وسافرت اللي هي رحلة الوعي الإنساني، بس أنا ما وصلتش لدول، ده أنا كنت لسه في لما. لما يعني الوقت، يعني الزمن، يعني المفهوم الصوفي للتتابع الآني، لعالم الأرواح قبل خلق الأجساد اللي هو عالم الذر، للاطلاع على الحقائق اطلاع مباشر حيث ورد في الآية إذ أخذ ربك من ظهور بني آدم إلى آخر. فلما خدت ساعتين ونص. لو 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 دخلت بقى جوه شويه انا وقلت مثلا لما سافرت مع اخي من بلادي ما وراء النهر، نهر ايه بقى؟ ودلاله النهر وفكره الحياه والوجود الحسي اللي هو جزء من الحياه والوجود العقلي اللي هو جزء اعلى، قاصدا القيروان، دلالة القيروان في زمن دي القصة القصيرة لازم تبقى يعني زي ما بيقولوا بالبلد كده مدملكة. فكان عندنا فارس للقصة القصيرة اسمه يوسف إدريس، وكان يساري والناس بتحبه وعبد الناصر بيحبه، فيعني تحقق له يعني الحسنيين، وكان بيكتب وعنده مواقف ولذيذ يعني هو وينفعل كده وبتاع. طيب مات سنة 91، وقبل ما يموت بكذا سنة ما كانش بيكتب عشان كان عيان، وإذا بالقصة القصيرة فين يا عم؟ مفيش. فمن كام سنة ناقشت مع الناس اللي معنيين بجد، مش في الإعلام، المعنيين بجد بالثقافة العربية يعني، قالوا له صعوبتها، ما عرفش يعني بندفاع كده، قلت طيب أنا هكتب كل أسبوع قصة قصيرة ومش هخلي واحدة متشابهة مع التانية، وهخلي كل مجموعة ليها إطار خاص بيها. يعني اللي بيتابعوا القصة القصيرة في رحة شياط. طب خلاص. أوكي. اللي بيتابعوا القصة القصيرة هيلاحظوا إن آخر واحدة دي بتاعت الأسبوع من ثلاث أيام دي، واللي قبليها بقى الخمستاشر اللي قبليها كلهم عن أحوال ناس عرب في بلاد عربية، لأن ده
اللي قبليها اللي هي المجموعة بتاعت أهل الحي كلها في زقاق وحاجتين. اللي هنبدأ فيها من يوم الأربعاء اللي جاي أنا بحط نفسي في حاجات اختيار صعب جدا بس ما أعرفش وقائع فعلية حدثت مع فلاسفة مكتوبة بشكل أدبي. الوقائع تاريخيا صحيحة بس هي تتجاوز خيال ناس كتير قوي. إن معقولة؟ فأول واحدة فيهم اللي ناوي أكتبها بكرة يعني، وبعد بقى يومين ثلاثة لا بعرف أنام وعذاب بس أنجز دلوقتي. أظن دي هتبقى المجموعة القصيرة الخامسة، يعني المسألة مش إعجازية ولا حاجة هو، بس هي محتاجة جهد. وبتاعت بكرة دي هتبقى بعنوان اعتقال الشيخ الرئيس. بس نعم دي سؤال تفضل. سؤال مني شخصيا يعني، ما هي وجهة نظر دكتور يوسف زيدان في مقولة ان الأدباء او هم عقل الأمة؟ ما دور الكتاب ودور الأدب تحديدا في ثورة يناير خصوصا بالذكر؟ وجهة نظر حضرتك في هل مهد الكتاب لهذه الثورة ام جاءت بالصدفة البحتة؟ هناك من يدعي انه كان وراء الثورة وانه دعا للثورة من سنوات. كل كاتب اسأله، انا راجل شاعر، هناك الكثير جدا يقول انا والله دعيت للثورة وتحقق في ذلك. يعني استمع الى كتاب كسر حقيقي يعني. السؤال الاخر للدكتور يوسف بالنسبة للرواية ونقولة إن هذه أو هذا هو عصر الرواية وحضرتك رواية كبير، هل تتفق مع هذه النظرة ولا الأدب يتسع للجميع أو المجال يتسع للجميع، القمة تتسع للجميع، كل له دوره وكل له مريدوه في الحياة الثقافية؟ دول سؤالين بتوع أسئلة أساتذة كده، تحسي كده متقنة. أولا هو مش زعم للكتاب والأدباء إن هم مهدوا للثورة، فين الزعم؟ أدي لك وقائع، سيبك من الناس كتبت وتنبأت بده ووصفته زي باب الخروج مثلا، وإن الناس كسرت القشرة بتاعت برقع الحياة وقالوا لا فلان وفلان وفلان فاسدين زي علاء الأسواني. سيبنا من دول، هو مش في شارع 26 يوليو ده كان عبد الوهاب المسيري في نهاية حياته مش قادر يتحرك ويروح وهو نازل داخل الساقية عشان يعمل الندوة بتاعته يقولوا له لا مفيش مقفولة، فيجيب الكراسي من القهوة ويقعد تحت الكوبري هنا ويعمل المحاضرة بتاعته في الشارع ده؟ هو ده مش عامل ثوري ولا ايه؟ دي وقائع يعني. الكتاب اللي هم كتبوا وقعة المهندس اللي كان في الإسماعيلية اللي قام كتب لا للتوريث دي، والقاضي اللي راح حاكم عليه بالبراءة مع ان القضية هي ازدراء الرئاسة قال لهم لا هو لو مزدريها ما يهموش تتورث ولا تتورث، بس هو اجلالا لها بيقول انها مدام رئاسة جمهورية يبقى لا. فسيل من المقالات امتدح في هذا الرجل، هو ده مش تمهيد ولا ايه؟ طيب وقامت الثورة فعلا، ليه مصر ما وقعتش الوقعه اللي وقعت فيها ليبيا وسوريا واليمن في عده اسباب. طبعا في توازنات دوليه، سقوط مصر يعني مش في مصلحتها صحيح شرين كده، بس في كمان اسباب اخرى. ان انت قمت بالثوره هنا ومفكريك اللي حتى كانوا بره جم، فبقى الولد اللي عنده 20 سنة والبنت اللي عندها 20 سنة قاعد في التحرير وشايف هنا بهاء طاهر وشايف هنا مش عارف مين وشايف مع وبيكلمهم وبيقولوله وبيحكوله وبيكتبهم فلما طلع المجرمين دول أصحاب اللحى عشان بالبكش بتاعهم ده كان في مقاومة.
الأسد الكبير بقى والقذافي والبني آدم ده علي عبد الله صالح أخلوا بلادهم أصلا من المفكرين دول ومن الأدباء دول، فلما تهزت وطلعت اللحى ما لقوش حد يكلمهم، ما فيش التوازن اللي تم. هو ده مش دور ولا إيه؟ طيب لما جم انتصر أصحاب الاتجاه الدينية وملكوا البلد، وإذلالا للمثقفين راحوا جايبين واحد اللي بيقولها بإتعالي وأنا أقولك، وبعدين راحوا جايبين واحد كتب مقالتين في مجلة مش عارف إيه بتاعت سوريا وعملوه وزير للثقافة. المثقفين قالوا لا ما يبقاش وزير الثقافة وما يدخلش هنا في الزمالك. يعني إيه ما يدخلش؟ قالوا بس هنقول لكم مين اللي راح. بهاء طاهر راجل كبير وعلى الباب وحواليه مجموعة، سيبوكم الأسماء اللي هي عملت بيزنس بالقصة دي، ده اللي حصل فعلا. وقال أنا داخل بس الوزير. أنا لسه ما جاش. أيوة بس أنا داخل، بس دخلوني بس. وراح داخل والتانيين راحوا داخلين وراحوا قالين احنا قاعدين هنا. هم قالوا كده وتسعين في المية من مثقفين مصر راحوا احتشدوا وما دخلهاش، ما دخلش الوزارة دي. وقعدوا يلوموا عليا انت ازاي ما تجيش. قلت لهم يا جماعة ما احنا في اسكندرية عندنا قصص تانية برضو هناك. لا ولو ما تطلعش من الاجماع يا اخي. طيب ورحت جاي يوم عشان ما اطلعش من الاجماع، وكان بالصدفة عاملين كان اجتماعات بقى على طول والتلفزيونات تنقل وبتاعه، يعني كنوع من المشاركة. مع ان في الوقت ده كان الاخوان توحشوا وكانوا بدأوا بقى يضربوا نار عشوائي في الشوارع. يعني الحكاية الناس دي مش جاية تقضي وقت ولا جاية تتفسح، ده هو جاي واي شيء ممكن يكون. وانت فاكر وكلنا فاكرين لما بعتولنا الواد ده تلميذ خيرت الشاطر ده الضخم ده والرشا راح ضربه بالبتاعة دي. طب هو ده مش مشاركة المثقفين والكتاب والادباء ولا ايه؟ اي حد يقولك غير كده اقلق منه. ليه؟ لانه بينكر ما رأيناه عيانا، عايز يغلب الوهم على الواقع. وحيثما اراد شخص تغليب الوهم على الواقع فهو على احسن تقدير شخص مشبوه. ده سؤالك الاول. سؤالك الثاني كان ايه؟ جانب قلت الرواية هي لا 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 انا ضد ده. لا 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 انا ضد ده، لانه هو في رواية من غير شعرية النص، وبعدين في شعر من غير حكي ورواية وقائع. ما احنا ما اتكلمنا في كده في المحاضرة. طب ما على الالف اللي انا بكتبه في اجزاء كتير انا ممكن اطلعها لك كده وانشرها لك كقصائد مستقلة. بس انا بقول ان الشكل الادبي او مفهوم الادب يشتمل على ده كله، يحيط به، يؤطره. فالانتاج الادبي قد يتنوع شكله. عبارة بقى نحن في عصر الرواية اللي اطلقها الدكتور جابر عصفور اعلاميا يعني لها وقع، بس فعليا يعني انا لا اعتد بها كثيرا، لانه لا يوجد نص روائي بدون شعرية لهذا النص، ولا توجد قصيدة بدون حكي ما بداخلها لوقائع، ولا يوجد قصة قصيرة إلا برهافة اللغة الشعرية، وإلا ما تبقاش قصة قصيرة، لأنه هو في عدد محدود من الصفحات مفروض بيدي لك رؤية واسعة جدا. فالوقوع في متاهات التصنيف الأكاديمي المدرسي قد يشوش على النتاج نفسه. فلنترك الأدب ينطلق كما هو، ليكتب الشاعر والقصاص والروائي ما يراه مناسبا. أنا بدأت كده، هو ظل الأفعى، ما انتوا عارفين قد ايه بتنرفز النقاد، لأن مش جاية مش ظابطة معاهم في تصنيف. أقول لهم دي مشكلتكم انتم مش مشكلتي أنا، أنا بكتب اللي عايز أكتبه، أنت بقى ما عرفش. حتى لما اجي اعمل العناوين يقولوا لي عشان الحاجات بتترجم يعني فدور النشر،
طب يعني نترجمها ازاي؟ محال مثلا دي ولا محال ولا محال؟ لو ماليش دعوه، دي مشكلتكم انتم. انا بكتب اللي انا شايف انه المفروض اكتبه. الحسابات والمقولات الجاهزه والتصنيفات ما لا اعتد بها كثيرا. شكرا. شكرا دكتور يوسف. في انا في سؤال بس اساله حضرتك. انت مش قلت لي من 7 ل 9؟ معلش سؤال اخير. طب والناس دي؟ احنا مش عاوزين نسيبك يا دكتور. طيب اتفضل. تفيد لقد يمك. اتفضل اتفضل. انت بتقصد بالتراث، التراث الديني ولا التراث عموما؟ عموما. عاوزين حتى نقدر نفك حتى بعض الاشكاليات ما بين النصوص الاولى والنصوص الثانيه والنصوص الثالثه. انا كلمت انا كلمت كتير في الحكايه دي، انا كلمت كتير في الحكايه دي، بس الاجابه الملخصه على سؤالك في كلمه واحده اللي هي الوعي. الوعي بالتراث شرط أول للتواصل معه وتطويره، والحذر من فخاخه دي وأصابع ديناميته. والعمل في التراث مسألة صعبة جدا، لدرجة أن أنا ما بعملش فيها محاضرات عشان الجمهور. وآخر جلسة كنا في التادي كنت بكلمهم عن المسألة دي وازاي التراثيين بيفكروا. فاكر لما قعدت اقول لكم على اللغة اللي بنستعملها والتصويبات، يعني ده عالم متخصص قوي. المحاضرات العامة دي بيكون فيها الافكار العامة، انما الافكار العامة دي عشان تتبني صح جزء من لوازم هذا ان يكون واعي بالتراث بتاعه. يعني طه حسين ما قدم لناش مستقبل الثقافة في مصر إلا بعد ما درس أبو العلاء وابن خلدون، فاهم؟ إنما يجي حد غالبا جاهل ومش متعلم، يعني مش دارس حاجة إلا بالكذب، يعني يقول لك أصل أنا رئيس مركز مش عارف إيه في جريدة مش عارف إيه، وأحمد بن حنبل سافل و ده كتابه ايه يا حمادة؟ انا والله جسمي اشعر، يعني عارف ليه؟ لما الشخص ده قال كده الله يسامحه بقى، انا افتكرت الامام احمد بن حنبل اللي انا مش موافق على يعني قوله بالجسمية والحاجات دي طبعا، افتكرته هم معلقينه وبيجلدوه عشان القول بالاستواء وخلق القرآن، وهو صابر بعد ما أحطوا على موجوده وبعد ما صدروا كتبه وبعد ما بهدلوه بيجلدوه، والراجل بيقول له أدي له أنا ضربة تخلص للخليفة، وقعد الخليفة قاعد يتفجر، فيوافق له الخليفة فيضربه بصوت ضربة قوية جدا فتنفزر بطنه وتقع أمعاءه على الأرض فتتلم في قماشة، ويروح يقعد ما عرفش 3-4 أيام يموت يعني، ويموت في بئر. فجسمي اشعر طبعا، لانه يا اخي مش كده، مش كده جهل وجرأة. يعني حد قدم حياته وتحمل ده عشان فكرة
الفكرة ممكن أوافق عليها أو ما أوافقش، بس الشخص أقول البخاري حمار، حمار أنت اللي مش فاهم هو عمل إيه. شوف أنا ضد النصوص الثواني وبشر. نعم لا، عموما في أي ثقافة بنبه دائما لخطر النصوص الثواني، بس الأمر لا يؤخذ اعتباطا كده. البخاري إسحاق بن راهوية أستاذه وأستاذ كل المحدثين الكبار لما شاف أزمة ضخمة جدا في الاختلاق والدس والبتاع، قال ألا يقيد الله لهذه الأمة من يكتب لها الحديث. هو عارف إسحاق بن راهوية والبخاري ومسلم عارفين إن الحديث النبوي منه حديث صحيح يقول لا تكتبوا عني إلا القرآن، ما اختلفوش في كده. وعارفين إن عمر بن الخطاب لما لقى ناس كتبة الأحاديث في رقاع أمر بحرقها حتى مش غسلها. بس في مشكلة، فهو بيلجأ لمحظور بسبب ضرورة، إن بقى كل واحد عنده محل فشار يقول لك بارك الله في الفشار المطقطق، فلا ده كده الدنيا هتبوظ. فقال لك طيب، عملوا المسألة دي على مرحلتين، مرحلة المحدثين الكبار اللي هم أصحاب الصحاح، ومرحلة علماء أصول الحديث اللي قالوا خلاص اتجمع دول اللي هم ملمومين قدامنا هو، ودول خلاص اتفقنا على صحة السند بتاعهم، نشوف بقى المتن. فطلع بقى زين الدين العراقي وقبل منه ابن الصلاح ومعاه ابن النفيس، دول قال لك خلاص السلسلة اوكي تمام، نمسك بقى الصحاح دول ونشوف المتن. والله اللي يتعارض مع نص قرآني يسقط، او يعني نوقفه. الحديثين اللي يتعارضوا مع بعض نوقفهم، اللي يتعارض مع العقل نسأله يقف، وناس يقالوا يجوز العمل به ولا يعني ايه يجوز، انما مش ملزم. بس دول علماء اصول الحديث مش رواية الحديث. هذا المتحدث في الناس المسكين ما تعلمش، ما درسش، ووجد انه الجرأة، جرأة الجهل بتجد صدى عند جمهور جاهل، فقعد بقى يقول احمد بن حنبل سافل والبخاري جاهل. ايه ده؟ ادي حته الاصابع الديناميت والفخاخ، انه ما هكذا توجد الابل. وانت لا تستطيع ان تطور ثقافتك سواء كنت كاتب او مواطن حتى عادي، ما انت بتستعمل نفس اللغه، الا لو احط بقدر ما من تطور الفكر ده واللغة دي، وإلا يعني هتتواصل معها إزاي؟ ولما بنتكلم عن في 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 الطرح اللي قدمته في كتاب كلمات، واللي بقدمه في مسألة إعادة بناء المفاهيم، ومنها مفهوم الأدب ده نفسه، إحنا بدأنا إحنا مش عارفين هو يعني إيه أدب، واستعرضنا الآراء لأن مفيش أي معنى متفق عليه. طب وده ينفع؟ أنت محتاج تعمل ده بشكل راديكالي جدا، يعني جذري جدا في معظم المفاهيم العامة السائدة، وإلا خليك قاعد، خلاص خليك قاعد زي ما انت كده في القاع، في قاع القاع. فالدرس التراثي شرط أساسي لتطوير الفكر، ممكن يكون يعني مش لازم لكل الناس، بس لازم يكون في طبقة تقدم لك النصوص المحققة. تحقيق النصوص التراثية دي مسألة صعبة جدا جدا. والله التشخيص نص، التشخيص نص العلاج، يعني كنا وصلت الى يعني موطن الداء، فدي مرحلة تخليك تشتغل على ان بدل ما تتفرج على برامج التلفزيون
هذا كتاب من ال ده أبو حيان التوحيدي، ده مصيبة سودة، ده ممتع جدا على فكرة. يعني هو شخص زلنطحي كده بس بليغ بلاغة، مش معقول فعلا، ومسلي جدا. علم الناس ازاي تستمتع باللغة دي، بدل ما تحط للولاد في اولى اعدادي، بص سن تكوين الوعي مش فاكر بقى بالترتيب، بس واسلاماه يا جهاد يا مش عارف ايه السيف قطز محمود ابن ممدود اي كلام، وبعدين طموح جارية شجرة الدر والابائيب وايبك ومش عارف مين وحروب وبعدين مش عارف في تالت اعدادي احمص واولى ثانوي عنترة بن شداد، يعني عنترة طبعا المعلقة لذيذة بس في النهاية ده عنترة يعني وما يقولش للعيال ان هو بعد ما اتجوز عبلة، ما يقولهمش يعني ايه عبلة اصلا، اتجوز عليها 17 واحد. لا ده رأي نقدي، لا لا ده طرحته ساعة أيام ظل الأفعى، قلت احنا نعرف عن طرق قال ايه العبلة بس ما نعرفش عبلة قالت له ايه، راح عاملين نكتة كده بس قللت أدب شوية وخلاص. بس ده مسألة نقدية، أنا بتكلم عن المسألة الكلية دلوقتي، إن أنت عمال الولد اللي هو من 12 سنة ل 17 سنة عمال زي اللي كان بتضرب بالكباس بتاع هينفجر، عمال تقول له حرب وقتال وذبح وقتل، مستني يطلع ايه يعني، وانت بتديله المكونات الاساسية لفكره بهذا الشكل، وفي نفس الوقت ما يعرفش حاجة عن مستقبل الثقافة في مصر، ما يعرفش حاجة عن خير الدين التونسي ورفاع التطاول، هما الاثنين في نفس اللحظة بيتكلموا عن اوروبا. ده انت تشوف في الكتابين تخليص الإبريز وأقوى من المسالك، الناس دي دول القرن 19 بيتكلم عن أوروبا مفيش أي انبهار، والله الناس دي كويسين في الإدارة في كذا كذا، مسألة في مش عارف إيه مش كويسين فيها عادي، يعني لهو حاسس ب دنية ولا يخطر بباله الدنية، هو شافني في اختلاف وانه جعلكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، طيب خلينا نشوف ايه كويس اللي عندهم، ده لا وحطت لي شجره الدر، ومش حطت شجره الدر الفعليه، انت حط الفيلم بتاع ما اعرفش كان بتاع صلاح ابو سيف ولا بتاع ايه مثلا، وحطت لي ناصر احمد مظهر عشان يحرر لك القدس. انا وانا طالع دلوقتي قعدت ابص كده صوت الاستاذ نجيب وعبد الرحمن الشرقاوي ازاي دول كتبوا السيناريو الفيلم ده، والله انا فعلا كتير بفكر، انا عارف ان هم عانوا كتير، الاستاذ نجيب عانى كتير لدرجه انه ما كانش عارف يقعد على قهوه، بس هو لا بيعمل صالونات ولا بيقول فكر عام، هو بيحب يقعد على القهوه مطلعين عينه عشان قعدت القهوه بس. ومع هذا بيكتبوا ده ليه؟ ما يا ريت هو اللي فوق ده يقدر يقول له غير الحقائق التاريخية كده. طيب على كل حال العناية بالأدب شرط لا غنى عنه لتحرك أي مجتمع، خبرات الأمم بتقول كده، وقعنا بيقول كده، والعقل بيقول كده. ناخد بقى اخر سؤال، اتفضل. في سؤال، هل الفنون التشكيلية ادب بلغة بصرية مختلفة؟ اذا يعني صارت الامور كما نشتهي وعملنا الجلسة دي بانتظام، هنخلي
لان هو المفروض السبع محاضرات دول منهم واحدة اللي هي الثالثة او الرابعة مش فاكر كانت ايه عن سر الابداع يمكن اللي جاية في سر الفلسفة وسر الفن نبقى نتكلم عن الحكاية دي عشان عايزة تفاصيل كتير. تفضل. لا وايه لا وبيسال السؤال بريء خالص هو هل يعني الازهر وملامحه محايده خالص عايز ايه انت ما يا جماعه خلونا نعمل المحاضرات والصالونات والنبي يا دكتور الموضوع سنت كان غلط اما كده دخلنا في في الخي اهو هنبدا يعني انت عارف وانا عارف استاذ شريف عندك سؤال هو اخر حاجه بس متهيالي حضرتك مش نعم حضرتك قلت لنا في بدايه اللقاء حضرتك قلت لنا في بدايه اللقاء كفايه كفايانا اكل عيش تمام؟ لا بقول لهم هم كفايهم اكل عيش تمام وكل شويه يخرج علينا حد يقول تجديد خطاب ديني تجديد خطاب ديني هو يعني ايه خطاب ديني مين المعني بيه ايه محل ولا استاذ شريف انا اتكلمت في الحكايه دي كلام واضح ومحدد وكان لسه الرئيس السيسي بيطلق الدعوه دي وقلت في التلفزيون هتلاقيها على اليوتيوب مفيش حاجه اسمها وقلت له هو كده كمان بيني وبينه مفيش حاجه اسمها ان رئيس يدعو الى ثوره دينيه وتجديد الخطاب الديني دي مش شغلته الرئيس شغلته يضبط الايقاعات العامه وينسق بين المؤسسات ومفيش حاجه اكلم الازهر اللي اكل عيشه من الشريعه والحاجات دي واقول له جدد ازاي يعني فلا سيبنا من الكلام ده يعني كلام ممكن تكون نواياه طيبة بس مش مجدي والنتائج حتى الآن خلال سنتين شوفوا كم واحد اتحبس وكم واحد مهدد وكم واحد عنده قضية لسه بتنظر طب هو في كده في حين ان القانون نفسه المسلط انا كتبت ده من سنة بوضوح وفي الكتاب اللي هو نزل المعلوم من الدين بالضرورة ان ده لعبة فخ كده اتعمل سنة 82 كان متجهز من ايام السادات وبعدين طلعه مبارك كان نوع من السيطره على الناس وخلاص انما لا في حاجه اسمها ازدراء اديان ولا اديان اصلا في المفهوم الاسلامي الاديان بالجمع مش موجوده وما فيش حاجه اسمها انك كل ما تناقش فكره يبقى ازدراء ليه يا اخي ده عكس الازدراء الاهتمام والعنايه فانت قاعد وبتسهر الليالي وبتكتب وبتصلح وبروفات عشان تصوب فكره فهو يقول لك ازدراء ومين اللي بيقول ما تعرفش يعني هو واحد عدى على التجمع الخامس كتب خمس سطور ان فلان الفلاني بيزدر الدين وقال في برنامج تلفزيوني كذا وبعدين هم يشوفوا على حسب الهوى العام وتعالى وروح وممكن تنزل محكمه ممكن ما تنزلش ومش عارف ايه فلا ده طبعا هرج شكرا.